في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. عدسة اقرأ كانت هناك تتابع الحدث وتنقله إليكم. هذا مؤتمر يذكر فيشكر. أحدث اللقاءات والمؤتمرات العالمية المهمة. نحن الآن موجودون في ساحة فينيتيا أمام مبنى الجندي المجهول. تابعوا تقارير متجددة حول العالم. كنا معكم في هذه الحلقة من حلقات اقرأ كانت هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ كانت هناك تشاهدونه السبت في 10 مساء، ويعاد الأحد في 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة على قناة اقرأ.